وضمن رصدنا لأخبار المعرض أيضاً والسلة الثانية على التوالي تشارك مسابقة كأس لغتي في معرض الشارقة الدولي للكتاب إحدى أنشطة مبادرة لغتي التي أطلقها صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله لدعم التعليم باللغة العربية بالوسائل الذكية. والآن مراسلتنا ريم عيسى تطلعنا بشكل أوفى حول ما تتضمنه هذه المشاركة. من الكتب الورقية إلى عالم التكنولوجيا، ففي معرض الشارقة الدولي للكتاب يتضح التركيز في تشجيع أطفال الغد على حب لغة الضاد، فهنا تبرز مسابقة كأس لغتي التي استقبلت مشاركة 32 مدرسة حكومية على مستوى إمارة الشارقة لتعزيز تعلم اللغة العربية بالوسائل الذكية. مسابقة كأس لغتي وهي مسابقة لطلاب المرحلة التأسيسية الصف الثاني، الهدف منها هو تحدي اللغة العربية لطلاب إمارة الشارقة. الهدف من هالمسابقة تحبيب أول شيء الطلاب في اللغة العربية، إن اللغة العربية نجعلها لغة أساسية في حياتهم اليومية. واقع تفاعلي يستقطب طلبة المدارس من خلال مسابقات وأجواء تنافسية شيقة هدفها إثراء المخزون اللغوي لدى الأطفال والارتقاء نحو الآفاق من أجل تطوير المهارات اللغوية وترسيخ تعلم اللغة العربية بطابع حديث يتناسب مع اهتمامات هذا الجيل. هذا عصرهم، عصر الأطفال، الجيل هذا مثل ما قلنا محبين لهذا الشيء، فبالعكس المعلومات تتركز عندهم أكثر لأنهم يستخدمون أكثر من حاسة عندهم. بعدين لما الطفل يتعلم بإيده بنفسه يحرك يستفيد من المهارات، يتعلم بالمحاولة والخطأ، فأكيد المهارة هذه ما راح ينساها، راح تثبت عنده في مخه وما بينساها أبدا مدى الحياة. أسئلة متنوعة لكنها في النهاية تحقق الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة من خلال قراءة الطالب، من خلال حرصه على الضبط السليم، من خلال مخارج الحروف لديه، من خلال كتابته، من خلال المهارات الإملائية. حبيت المسابقة وتعرفت على أصدقاء جدد. مسابقة كأس لغتي ومشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب تعكس أهمية تعزيز حب القراءة في النشأ الذي يبقى وبالرغم من مزاحمة التكنولوجيا جليساً وفياً لطالبي العلم والمعرفة. تعويد الطفل على القراءة والكتابة بالوسائل الذكية كمبادرة كأس لغتي يخلق جيلاً مثقفاً واعياً لمستقبل أفضل وغداً مشرق. لأخبار الدار ريم عيسى من إكسبو الشارقة.